مساء الخير وأهلا بكم إلى هذه النشرة من الـ MTV. مساء الخير. أسبوع المشاورات الطويل انتهى، فالرئيس الحريري الذي تنقل بين الأضداد ختم اليوم لقاءاته المحلية بزيارة السراي الحكومي، وهو يحزم حقائبه استعدادا لأسبوع آخر من المشاورات، لكن الإقليمية والدولية هذه المرة. والمشاورات هذه ستقوده إلى الرياض وموسكو وأنقرة، وربما إلى عواصم أخرى من بينها باريس. وبين جولتي المشاورات يبدو أكيدا أن الحريري نجح في إطلاق دينامية جديدة للملف الرئاسي الذي كان شبه مجمد. فبعد أسبوع المشاورات، المشهد الرئاسي يمكن اختصاره بالآتي: النائب سليمان فرنجي لا يزال مصرا على ترشحه، ويستند في ذلك إلى قوى سياسية وازنة. في المقابل، الرئيس الحريري لم يتخلى حتى الآن على الأقل عن ترشيح فرنجي، مع إبداء استعداد مبدئي للانتقال إلى خيار آخر قد يكون عون أو أي مرشح وسطي آخر. فهل تضع الجولة الإقليمية والدولية للحريري بداية النهاية للملف الرئاسي العالق، أم أنها ستعيدنا إلى دائرة المراوحة من جديد؟ البداية من فقرة رغم كل شيء. احتفالا بتنصيب بيروت مؤخرا كأفضل وجهة سياحية بالعالم للمأكولات بمجلة ترافل اند ليجر ماجازين، وتأكيدا على الدعم المستمر للمطبخ اللبناني، نظمت نقابة أصحاب المطاعم والملاهي والباتيسري مهرجان المطاعم ببيروت بنسخته الأولى بمحطة القطار بمرم خي. بيروت انتخبت كأول مقصد للأكل بالعالم، وإذا كان معيار الحضارة هي الأكل، فأيضا هي المدينة الحضارية في هالمنطقة. عنا ثقافة أكل بلبنان، علينا نعززها، نحافظ على تقاليدنا. مطاعم والضيافة اللبنانية مش بس عم تتميز بلبنان، إنما بكل المنطقة. ومن المتوقع أنه يشهد هالمهرجان المستمر حتى 22 الأول على استقبال أكثر من 5000 زائر كل يوم. ليأكد هالمهرجان مرة جديدة على موقع بيروت المتقدم عالميا بعالم المطاعم والضيافة. الرئيس عبد الحريري ينهي الجولة الأولى من حركته السياسية الداخلية بزيارة بروتوكولية إلى السراي، في انتظار الجولة الثانية بعد عودته من رحلته الخارجية. حسين خريس. ليلة النقاشات المتقدمة في الرابي مع النائب ميشيل عون أتبعها الرئيس سعد الحريري بنهار مشاورات في السراي الحكومي. مطلع الظهيرة حضر الحريري إلى السراي الحكومي ليكون مشهدا يشبه ذاك الذي تكون عندما عاد إلى لبنان عام 2014، لكن هذه المرة الاستحقاق بحجم البلد وهو ملء الشغور في الرئاسة الأولى. استقبل الحريري من الحرس الحكومي والمراسم، وعلى رأسهم الأمين العام لمجلس الوزراء فؤاد فليفي. توقف أمام فرقة التشريفات ورد على التحية بالتحية، ثم سلم على الصحفيين ودخل للقاء الرئيس سلام. اللقاء دام أقل من ساعة، وبحسب مصادر رئاسة مجلس الوزراء فإن الحريري أكد دعمه الحكومة اللبنانية لبقائها وصمودها في وجه الظروف العاتية، مشيرا إلى ضرورة رص الصف الحكومي لتسيير الشأن العام في البلاد. وبحسب مراقبين فإن الكلام تطرق إلى إمكان عودة وزراء التيار الوطني الحر إلى الحكومة بعد مقاطعتها، في خطوة تشكل مبادرة للتمهيد إلى الوفاق ثم الاتفاق والتوطئة لتعبيد الطريق أمام رئاسة الجمهورية. الحريري التزم عدم الإدلاء بتصريح أيضا في السراي الحكومي بعدما اعتمد الأمر ذاته في جولاته التي أجراها على الأفرقاء السياسيين المعنيين باستحقاق الرئاسة الأولى، والتي بدأت في بنشع حيث التقى النائب سليمان فرنجي، وانتهت في الرابي حيث التقى النائب العماد ميشيل عون. الحريري سيواصل المشاورات والاتصالات لتذليل العقبات في الداخل، رغم أنه أمام رحلة إلى الخارج تقوده إلى موسكو، حيث سيلتقي وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف الثلاثاء وتركيا للقاء الرئيس رجب طيب أردوغان والمملكة العربية السعودية. بعد قطع تذكرة الوان واي تيكت، هل يقطع الحريري وعون قالب حلوى الرئاسة قريبا؟ تقرير جويس حقيقي. تلتي سيبتي، هذا ما يقوله العونيون لرئيس الحكومة السابق سعد الحريري، فهو رشح جعجع عام 2014 وفرنجية عام 2015 وربما عون عام 2016، ولذلك يقولون ما يتمنون تلتي سيبتي. ف
فهل هي حقا كذلك؟ لقاء عون الحريري كان جديا وجيدا، تقول مصادر تيار، وتؤكد أن توافقا تاما حصل بين الرجلين في الملف الرئاسي، فلا خلافات في هذا الملف بين التيار والمستقبل، وخصوصا أن معظم النقاط كانت بحثت سابقا في لقاءات ثنائية بين عون الحريري خارج البلاد أو بين الوزير جبران باسيل ونادر الحريري. وما حصل الجمعة ليس سوى تتويجا للأمور التي اتفق عليها في تلك اللقاءات، تقول المصادر. ولكن هل قال الحريري للجنرال سأسير في ترشيحك؟ نسأل مصادر تيار فتجيب: قلنا إن توافقا تاما حصل على الملف الرئاسي، واللبيب من الإشارة يفهم، وبذلك تكون المصادر أوحت أن الحريري قالها للجنرال أو أقله وعده بالعمل على ذلك. عون يعول على أصوات حزب الله، ولكن رئيس حزب القوات اللبنانية دكتور سمير جعجع هاجم حليف عون حزب الله. أكيد موقف النهائي ما تنتظروه يعني بكرة أو بعد بكرة أو اللي بعده. مصادر التيار تقول للأم تي في: قد يكون دكتور جعجع على حق، ولكن الأمر الوحيد القادر على قطع الشك باليقين هو موقف الحريري العلني من ترشيح عون، وتضيف: فليعلن الحريري رسميا ترشيح عون، وعندها فقط يمكن معرفة حقيقة موقف حزب الله وما إذا كان يريد عون رئيسا أم لا. وتضيف مصادر التيار إن جعجع محق بقوله: لا تنتظر موقف الحريري نهائي قريبا، وتقول: نحن نعي أن القصة تحتاج إلى أسبوعين أو أكثر، لأن أمام الحريري جولات تبدأ من موسكو فأنقرة في الرياض ولا تنتهي بباريس. كثيرون يضعون ما يحصل من لقاءات للحريري في خانة المناورة والمواربة واللعب في الوقت الضائع لتمرير التمديد لقائد الجيش وتعيين رئيس الأركان وغيرها من الملفات. فهل تضعون هذا الاحتمال؟ نسأل مصادر التيار فتجيب: ممكن، كل شيء ممكن، ونحن حذرون. وما تنسوا، نحن بعدنا راحين على 13 تشرين ومشلنا هالأمر من حساباتنا. في 17 حزيران 2011 قطع عون للحريري تذكرة One Way Ticket ليعود ويقطع الحريري له قالب حلوى في بيت الوسط في 18 شباط 2015 بمناسبة عيد ميلاده. فهل يقطعان سويا قالب حلوى الرئاسة قريبا؟ الأمر يحتاج حتما إلى الضوء الأصفر. في الأثناء زار رئيس جهاز الإعلام والتواصل في حزب القوات ملحم رياشي العماد ميشيل عون في الرابية، موفدا من الدكتور سمير جعجع بحضور النائب إبراهيم كنعان. رياشي حمل إلى عون رسالة إلى جعجع أو من جعجع تتضمن شقين، الأول رئاسي والثاني له صلة بقانون الانتخاب. كما نقل رياشي إلى عون أجواء إيجابية من اللقاء مع الحريري. حزب الله يحاول التوفيق بين حليفيه ويطلب من عون أن يزور بري بمفرده. تقرير دنيز رحمي فخري. هل فعلا يريد حزب الله رئيسا للجمهورية؟ وإن كان الأمر كذلك، هل حقا الجنرال ميشيل عون هو مرشحه الأول والأخير؟ هذان السؤالان مشروعان بعد التطور اللافت المتمثل بقرار الرئيس سعد الحريري توسيع خياراته ومن ضمنها عون، والتي قابلها حزب الله بالصمت أو بمواقف متشددة عكسها أولا الرئيس نبيه بري الصديق والحليف والرفيق كما يسميه السيد نصر الله، وثانيا النائب سليمان فرنجي نور العين بنظر الحزب. فما هو موقفه الحقيقي؟ حزب الله من وراء الكواليس يلعب دورا أساسيا وبارزا من خلال العمل على تذليل العقبات التي من الممكن أن تؤدي إلى عرقلة هذا الخيار وهذا المسار. حزب الله عم يبذل جهد كبير من أجل تقريب وجهات النظر بين حليفيه، يعني الحليف الشيعي والحليف المسيحي. بين الرابي وعين التين دخل حزب الله وسيطا عبر المعاون السياسي للسيد نصر الله الحاج حسين خليل الذي زار صباح السبت الرابي بعدما كان زار عين التين الأربعاء. طلب خليل بحسب المعلومات من الجنرال أن يزور وحده بري. فرق كبير بين أنه الرئيس بري يقول ولا ممكن اقبل بالجنرال عون، وبين أنه يقول أنه إذا بده الجنرال عون يجي على الرئاسة أنا عندي مجموعة من المطالب في خارطة الطريق والسلة سلة متكاملة. طيب بدأت أنا والجنرال عون قريبا جدا سوف
نشهد لقاء بين الرجلين. أمتى رح يحصل هذا اللقاء؟ يعني بالمعلومات ما في شيء محدد ومؤكد. في مطالب بر الثلاثة يقول فياض سيحصل رئيس المجلس من عون على ضمانة تجديد ولايته على رأس البرلمان، أما قانون الانتخاب فلا مشكلة فيه بين الرجلين، وعقدة الحقائب الوزارية لسيما المالية محلولة باعتماد مبدأ المداورة. لحتى أقول لك من الأخير، يعني الأمور بالبلد راكبة على سكة الوصول بالجنرال عون إلى سدة الرئاسة. من المفترض حزب الله يريد رئيسا الآن، التوقيت حزب الله مناسب الآن؟ قصدي لا، مش مناسب الآن. الفاصلة بين الجنرال عون وقصر بعبدة هي جلسة مع الرئيس بري، مع الرئيس بري سوف تنتهي بإيجابية أنا متأكد. وبكرة بتشوفي في احتمال كتير أنه الجلسة اللي بعدها بعد لقائه مع الجنرال عون أنه يقربها. في عقدة فرنجية اعتبر فياض أن ميزة ترشيحه تنتفي لوحدها عندما يعلن الحريري تبنيه ترشيح عون. جنرال عون 99% رئيس، عندنا 1% حدا تاني مش فرنجية، يعني ممكن حدا تاني بنسبة 1% مرشح ثالث. خلص أنا برأيي موضوع 99% يعني ب31 الجنرال ميشيل عون رئيس لجمهورية لبنان على الأرجح. وصول الجنرال آخر مركب يحول دون غرق لبنان، وسنبذل المستحيل لانتخابه يقول فياض. المرد للأم تي في، حراك الحريري الأخير خير دليل على أن عون لا يمكن أن ينتخب رئيسا. تقرير ألف دومت. منذ أن أعيد تركيب موزاييك التوازنات السياسية المحلية مع أعلان الرئيس الحريري ترشيحه لفرنجية وثم دعم القوات للجنرال ميشيل عون، كسرت الجرة بين الطيارين الحر والمردة. العلاقة مع التيار الوطني الحر بطبيعة الحال سيئة، للأسف يعني سيئة. نحن بمرحلة تحالف بالأمور الاستراتيجية، إنما كان هناك تراكم مشاكل مع التيار الوطني الحر، سببها كان بفترة السابقة أداء التعاطي. الحليف القديم كان من أول الداعمين بالصوت والصورة. طالما الجنرال عون مطروح وطرح حاله موجود، وهو مثل ما فهمنا منه ومن كل الإعلام أنه ما بده يتنازل، نحن ما حنكون موجودين معه. ما حنصغر عقلنا مثل عند غيرنا يصير في 5 مرشحين وفايتين ببعضهم. نحن واحد. لهذا التصريح قراءة خاصة من الخصم الجديد. سليمان فرنجي ما تنسى أنه دعم العماد عون لمدى سنتين. ليس من المنطق أن يكون هناك ترشيح مفتوح بموضوع رئاسة الجمهورية من قبل العماد عون. الحال هو لم يطعن كما يقولون بظهر التيار الوطني الحر، إنما هذا الموضوع يعني فينا نعتبره بالإطار السياسي هذا حق مشروع بالنسبة له. التنافس الداخلي بين زعيمين من قوى الثامن من أذار يضعف حتما هذه القوى في إيصال رئيس منها، والمرد يحملون عون هذه المسؤولية بإصراره على عدم انتخاب فرنجية رئيسا. الرئيس الحريري زارنا، الرئيس الحريري لم يبلغ سليمان فرنجية العودة عن المبادرة وعن دعمه. الرئيس الحريري يقوم بمشاوراته لحل المسألة التي تتعلق ب اذا بدنا نحل مساله رئاسه الجمهوريه، وجيد هذا الحراك بالنسبه لنا ليبرهن اكثر من اي يوم مضى انه نعم عقبه وصول العماد عون الى رئاسه الجمهوريه هو من الصعوبه بمكان حتى الان. اما لو رضي الجنرال عون بترشيح سليمان فرنجي ومشى الامور، بطبيعه الحال كنا نحن امام رئيس جمهوريه بخلال 7 أشهر ينطلق من تحالفه مع الجنرال عون شخص ينتمي الى تكتل التغيير والاصلاح اللي بيرأسه جنرال عون أن يكون رئيس جمهورية. كنا قطعنا كثير هذه المرحلة. غدا ينتخب فرنجية رئيسا، يردد المسؤول الإعلامي في المردة في حال حضرت كل الكتل النيابية، فترشيح فرنجية تخطى مسافات كثيرة ولاقى دعما دوليا وقبولا داخليا. وإذا كان التاريخ بحسب فرنجية يجب أن يعلم الحريري دروسا في ترشيحه لعون، فإن هذا التاريخ سيسجل أيضا خصومة ولدتها الرئاسة بين حليفين قادمين، وهذا ما يمكن إصلاحه يقول فرنجية من خلال تقييم موضوعي للترشيحين وبالتالي انتخاب سليمان بيك رئيسا. مزارعو التفاح يحتجون على عدم البت في ملفهم ويطالبون بإنقاذ الموسم قبل فوات الأوان. من ترشيش إلى الباروك معاناة واحدة وصرخة واحدة رفعها مزارعو التفاح والمنتجون.
ففي ترشيش نفذ المزارعون وأصحاب البساتين ورؤساء التعاونيات الزراعية اعتصاما أمام مبنى البلدية للمطالبة بتقديم الدعم لهذا القطاع وإنقاذ الموسم، وقاموا بتوزيع التفاح على المرة بهدف التضامن مع قضيتهم. عندي 1000 صندوق تفاح على عينيا راح يهر على الأرض، ما حد حاول لا تجر ولا حد يعني وقت فينا ولا يفتكروا فينا. بنا مساعدة، بنا من يساعدنا، بنا الدولة انه تعود علينا. هذا وعقد المعتصمون مؤتمرا صحفيا لعرض مطالبهم بالتفصيل ووضعها برسم المعنيين. بنا يندعم كل صندوق ب 8000 ليرة، بنا التبريد يندعم بالبرادات يصطفلوا هن مع اصحاب البرادات، اذا بدنا ننقذ الوضع مفروض انه الدولة تجي تقول للبرادات انا بعطيكم اجرتكم، انا بعطيكم اجاركم، استقبلوا كل التفاح اللي بدنا اياه. هو شايل الجمرك المحطوط على السلع الزراعية اللبنانية بالدولة الروسية. انشاء صندوق هدفه التعويض على المزارعين اثناء الكساد. بالنسبة للحفظ بدنا ندعم المزارع بقروض ميسرة بضمانة إنتاجه. وفي الشوف وفي إطار التحركات والاعتصامات من أجل هذه القضية أيضا، اعتصم عدد من مزارعي التفاح أمام التعاونية الزراعية على طريق عام الباروك وقطعوا الطريق وقاموا برمي التفاح وسط الطريق. ناشد فيها كل المسؤولين والدولة اللبنانية من والحكومة على رأس الحكومة تساعد هالمزارع يلي بيقضي كل سنته يزبط جنيناته تيقدر يعتاش من هال من الانتاج هيدا. نحن بنتمنى على الحكومة اللبنانية أن تتم سريعا بشراء موسم التفاح ودفع ثمنه إلى المزارعين ليتمكنوا من مواجهة المستلزمات اللي هي مطلوبة منهم على أبواب موسم الشتاء. الاعتصامان نفذا بالتزامن مع اعتصامين آخرين في العقورة وكفر دبيان على أمل أن تحل قضية مزارعي التفاح قبل فوات الأوان وفساد الموسم. اعتصام لأصحاب الكسارات وسائقي الشاحنات والجرافات في النبطية احتجاجا على وقف أعمالهم. نفذ أصحاب الكسارات وسائقو الشاحنات والجرافات اعتصاما عند دوار كفر رمان النبطية وافترشوا الأرض احتجاجا على قرار إقفال الكسارات والمقالع في مناطق العيشية مرجعيون كفر حونة وميدون البقاع الغربي، بينما تترك كسارات ظهر البيدر لتعمل بشكل طبيعي. المعتصمون طالبوا وزير الداخلية إعادة البحث بأوضاع المرامل والكسارات التي تعتش منها عشرات العائلات. التحرك الثاني حيكون اوسع وشامل بلبنان كله، يعني على صعيد المنطقه كلها سوا، وتفضلوا يخلقوا لنا حل. نحن تحت القانون مش تحت القانون، مثلنا مثل الغير. نحن جماعه عايشين ورا المصالح والكميونات، بس يوقف الكميون نشل حركه البلد كلها. مشوا الكسارات كلي، يا يوقفوا الكسارات كلي. وفي حال عدم التجاوب مع مطالبهم هدد المعتصمون بخطوات تصعيديه، واكدوا ان وقف العمل بكساراتهم لم يوقف التلوث المستمر في الليطاني، مما يعني ان الكسارات والمرامل ليست من مصادر تلوث النهر. في التقرير الخاص، حين تختفي المسؤولية ويحضر الإهمال ويحرم المواطنون من شرب ماء. بعد سياسة التعطيش التي مورست بحق أهالي المتن وبعض أهالي مناطق جبل لبنان بقرار الإغلاق المفاجئ للأبار الارتوازية العشوائية على مدى 3 أيام، عادت المياه إلى مجاريها بإعادة فتح هذه الأبار بعد وصول المسؤولين إلى حائط مسدود لإيجاد تبرير للإغلاق في ظل غياب البدائل. إذن كابوس انقطاع المياه انتهى، لكن كابوس الشرعية والرخصة وتسوية الأوضاع والضرائب على الأبار بات يرافق أصحاب هذه الأبار الذين يملكون شهرا واحدا لتسوية أوضاعهم. مقدم طلب الرخصة أنا من سنة 2006 مع اوراق فيها، اذا بتحب افرجيك اياها. من سنه 2006 لليوم ما في رخصه. نحن اللي ما عندنا اياها هي رخصه الاستثمار، لانه يعني رخصه الاستثمار بتصير يتوجب علينا ندفع 600 ليره على كل 1000 لتر، ونحن التكلفه الرمزيه اللي بناخذها من قوى الامن اقل من الكلفه اللي عم يسالونا عنها، يعني اليوم اذا انا بدي ادفع ضريبه انا عم باخذ اقل من هذا المبلغ، يعني في تناقض كثير كبير من الموضوع. لرئيس بلديه الدكويني راي في هذه الازمه، حيث راى ان الحل الوحيد هو بيد الدوله وليس عن طريق اي عمل غير شرعي. اما النائب عن منطقه المتن نبيل الاولى فحمل المسؤوليه لوزاره الطاقه والمياه الغائبه عن تنظيم هذا القطاع. وزاره الطاقه
انه هي تقوم اليوم اما بتوصيل المي على كل المنازل وعلى كل المستشفيات وعلى كل المطاعم، او تنظم هذا القطاع بشكل انه يلبي حاجات الناس. كل الصهاريج اللي موجوده اليوم بلبنان الدوله ما عم تقبل ترخصها. مش مقبول بقى انه الابار تصير الغير شرعيه، مش المرخصه، مش عم بحكي عن المرخصه، صار توقع حال، يعني رح شوي يوصلوا عيارات، يحطوا عيارات مثله مثل الدوله، اصلا وجبات الدوله انه هي تجيب الماء. ليس من باب الدفاع عن اي عمل غير شرعي، انما الاغلاق العشوائي الذي طال الابار الارتوازيه لم يكن خيارا صائبا براي كثيرين الذين يرون ان تنظيم القطاع وقوننته واجب، وان الرقابه على المياه التي تطال مباشره حياه المواطنين واجب اكبر. أثناء التنقيب عن الأبار الارتوازية غير الشرعية في لبنان، وجدنا أن آخر قانون تنظيمي لهذا القطاع صدر عام 1970 بمرسوم يحمل الرقم 14438. فكيف للمواطنين التعامل مع هذه القضية المهملة منذ أكثر من 3 عقود؟ رنين إدريس، MTV. بين طرابلس وبكفية طلاق للعذوبية. نائب الشاب الذي أسرته السياسة باكرا وأخذته إلى عالمها بات اليوم أسير الحب، وأخذته كارين تدمري إلى عالمها في قفص ذهبي يمضي فيه العمر بحلوه ومره. فالنائب سامي الجميل تزوج وقال نعم أبدية مارونية في كنيسة مارم خايل في بلدته في بكفية في عرس حضره عدد من الأقارب والأصدقاء. واللافت أن إشبيني سامي كانا الأمينين، وليده الرئيس أمين الجميل وابن شقيقه الشهيد بيير الجميل، وقد اختارت العروس شقيقتها وأيضا شقيقة سامي نيكول أمين الجميل لتكونا إشبينتيها. وفي صورة مؤثرة زار النائب سامي الجميل ضريح أخيه الشهيد بيير الجميل قبيل العرس وصلى على قبره. هو الذي كان نشر على صفحته على فيسبوك منذ أيام صورة مع شقيقه وكتب كلمة هالنهار بقرب، كلمة بسأل حالي كيف رح يقطع بالك. على أي حال مبروك سامي الجميل. بعد الإعلان، سوريا تحبط كاري ومفاتيح السجن مع الساجين. كاري محبط بسبب عدم توفير دعم عسكري لجهود دبلوماسية لإنهاء النزاع في سوريا. روسيا تقف وراء متاريس الجبهات السياسية والعسكرية. في السياسة، هجومها على الولايات المتحدة يظهر في موقفين ناريين. أولهما من المتحدثة باسم وزارة الخارجية ماريا زخاروفا التي قالت إن العدوان المباشر الأمريكي على الحكومة والجيش السوريين سيؤدي إلى تغيرات مخيفة ومزلزلة في الشرق الأوسط. ومن الجانب الروسي أيضا، أعلن نائب وزير الخارجية الروسية ميخائيل بوغدانوف أن احتمال تسليم واشنطن أنظمة دفاع جوي محمولة على الكتف للمعارضة السورية سيكون نهجا غير بناء، معللا ذلك بأن عناصر المعارضة الذين يدربهم الأمريكيون ويسلحونهم سيفعلون في نهاية المطاف ما سوقهم إليه المتطرفون المسؤولون عن أحداث 11 أيلول. أما عسكريا، فساندت الطائرات الروسية هجومين لقوات النظام ضد فصائل المعارضة على محوري سليمان الحلبي وشقيف داخل حلب في محاولة للتقدم داخل الأحياء الشرقية. وفي تطور عسكري إنساني، تعرض M10 وهو أكبر مستشفى في هذه الأحياء للقصف ببرميلين متفجرين للمرة الثانية في خلال 4 أيام حسب ما ذكرت منظمة طبية غير حكومية تدعى الجمعية الطبية السورية الأمريكية. على الضفة المقابلة، تشاؤم أمريكي تجلى في لهجة وزير الخارجية الأمريكية جون كيري الذي عبر عن إحباطه لأن جهوده الدبلوماسية لإنهاء النزاع لم يتم دعمها بعمل عسكري تشنه بلاده، وأن اقتراحه لم يلقى آذانا صاغية، وذلك وفق التسجيل الصوتي الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز.
المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي لم ينفي صحة التسجيل، معلنا أن كيري لا يريد التعليق على هذه المحادثة الخاصة، وقال أن كيري استمع لوفد سوري من المعارضة المدنية وعبر لهم عن هدف واشنطن المستمر لوضع حد للحرب. في غضون ذلك أجرت القوى الخمس الكبرى في مجلس الأمن أولى المناقشات لمشروع قرار فرنسي بشأن سوريا يركز على الوضع المأساوي في حلب، واللافت أنه في هذه الجلسة الأولى لم تقدم روسيا اعتراضا مبدئيا على النص وطلبت مزيدا من الوقت لدرسه تفصيليا. أفرج لواء القادسية من دون مقابل عن المواطن حسين مراد أبو عبدالله الذي خطف من بستانه في خراج بلدة حامل البقاعية بتاريخ 16 أيلول الفائت، والذي كان برفقة زوجته التي أفرج عنها الخاطفون في اليوم التالي. نزلوا بيانات بحقي أني أنا رئيس تسليح حزب الله. دعوا للواء التحرير. لواء جابها من التال وبقولوا له بو هشام التال. قال لهم بو هشام التال اللي أنا بعيد بس بتضلوا محتفظين فاي بس احكي معكم بتجيبولي. دعوا للواء التحرير. قال لهم أنا بدفع مليون دولار بسلموني. قاموا رابعي هاهم بالضايعة ضغطوا عليهم. وقت البلش الضغط عليهم صاروا ياخدوا ويعطوا معي. اليوم الصبح ما لقيتهم اللي فاتوا علي هني عيعدوني بمغارة واكر مثل البيك. قال اليوم بدنا ناخدك نيفلت. نفذ أهالي سجناء القبة في طرابلس اعتصاما لبعض الوقت في باحة السجن احتجاجا على منعهم من زيارة أبنائهم، وذلك على خلفية قيام أحد السجناء بسرقة مفاتيح غرف داخل السجن ما استدعى تدخل قوة من مكافحة الشغب لإعادة ضبط الوضع. اعتصام أمام ثانوية بريتال للمطالبة بتغيير إدارتها. احتجاجا على الوضع الراهن التي تمر به الثانوية الرسمية في بريتيل وانخفاض عدد التلاميذ المسجلين فيها من المئات إلى عدد لا يتجاوز الصف الواحد، نفذ أهالي البلدة اعتصاما أمام مبنى الثانوية مطالبين بتغيير الإدارة الحالية وتعيين إدارة جديدة من أبناء البلدة في محاولة وبحسب قولهم لإعادة كل تلميذ إلى ربوع ثانويتهم المهجورة. اسم أهلنا ببريتيل طلبت المديرة منى برو أن ترحل عن هيدي الثانوية وتترك الإدارة لإنسان كفوق. تتسع هذه المدرسة 600 تلميذ، فيها داخل المدرسة هلا 15 تلميذ من أصل 600. ليش الناس عم تخاف تدخل على المدرسة؟ من الفشل، فشل ذريع إدارة غير كفوءة 100%. وإلا نحن ما عندنا مشكلة مع منى برو شخصية. من جهتها أكدت المديرة الحالية للثانوية منى برو أنها تقوم بعملها على أكمل وجه وهي مستمرة بعامها الدراسي، ولا أحد يستطيع تنحيتها عن منصبها إلا بالقانون. الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري أكد أن من يراهن على عدم وحدة الصف داخل التيار واهم شكلا ومضمونا. تيار المستقبل مع الرئيس سعد الحريري حيث يجب أن يكون، وجميعكم يعلم أن الرئيس سعد الحريري لن يكون إلا حيث تكون روح الرئيس الشهيد رفيق الحريري وإرادة الجمهور العريض لرفيق الحريري، ولسنا محرجين فيما نقوم به من واجب وطني لتعطيل سياسة التعطيل والسعي للإفراج عن الرئاسة، لأن المحرج اليوم هو حزب الله الذي لم يشبع من المناورة بحلفائه. جولة للواء عباس إبراهيم جنوبا وافتتاح مركز للأمن العام في شبعة. إلى الجنوب توجه المدير العام للأمن العام اللواء عباس إبراهيم في جولة واسعة حط خلالها على قرى حصبية والعرقوب، حيث التقى فعاليات المنطقة وافتتح مركزا للأمن العام في بلدة شبعة. ومن هناك وبعد استقبال شعبي ورسمي أكد إبراهيم أن المديرية العامة للأمن العام ستواصل تطوير خططها الإدارية لحماية لبنان، منوها بالتعاون الذي حصل مع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في تقديم المساعدات اللوجستية للمركز الجديد. إن افتتاح هذا المركز الإقليمي هدفه تسهيل إنجاز معاملات المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، لأن ذلك حق لهم وواجب علينا، ولدعم تمسكهم وثباتهم بأرضهم إذ كان صمودهم في وجه الاحتلال صخرة
من صخور كثيرة قام عليها التحرير، هو أيضا كما باقي الدوائر والمراكز نقطة ارتكاز في مكافحة شبكات التخريب والإجرام وفي كشف عملاء العدو واستئصال الجماعات التي تسعى إلى ضرب قواعد الاستقرار وزرع الفتن بين اللبنانيين بهدف إسقاطهم في دورات عنف. وفي شبعة دائما أشاد رئيس البلدية المعني محمد صعب بالدور الذي لعبه إبراهيم في إعادة افتتاح مستشفى الشيخ زايد. جولة إبراهيم بدأت من دارة كبير مشايخ البياضة، وبعدها توقف إبراهيم عند بركة النقار للاطلاع على الخروقات الإسرائيلية من شق طرق في أراضي اللبنانية ووضع سياج شائك. بعد الإعلان كلينتون تتقدم، والموسيقى لتلقيح الأطفال. الانتخابات الرئاسية الأمريكية، انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، انهيارات أرضية في الصين، كل ذلك في هذا التقرير. في الولايات المتحدة ووفق قناة فوكس نيوز، أظهرت استطلاعات الرأي بعد المناظرة الرئاسية الأولى تحسن رصيد المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في الولايات المتأرجحة، وأن كلينتون تبتعد بفارق 3 نقاط عن منافسها الجمهوري دونالد ترامب. في تركيا، طالب الرئيس رجب طيب إردوغان الاتحاد الأوروبي بإعلان موقف واضح من انضمام بلاده إليه، مشددا أمام البرلمان في أنقرة أنه لم يعد يوجد أي عائق يحول دون انضمام تركيا، وتوجه إلى الأوروبيين قائلا إنها نهاية اللعبة. في الصين، قتل وفقد عدد من الأشخاص جراء انهيارات أرضية دمرت قريتين شرق البلاد بعد عبور الإعصار ماجي حسب ما أعلنت السلطات المحلية. ونتجت هذه الانهيارات بعد أمطار غزيرة رافقت وصول الإعصار إلى جنوب الصين وغمرت 400,000 متر مكعب من الوحول عشرات المنازل. في فقرة الصحة، استخدموا الموسيقى أثناء تلقيح أطفالكم. مع اقتراب موسم الشتاء وحاجة معظم الأطفال لحقن وتلقيح ضد الأمراض، يخشى كثير من الأهالي أن يتحول هذا الأمر إلى أوجاع وبكاء لدى الصغار باعتبار أنهم يخافون الوخز. لكن دراسة جديدة أشارت إلى أن العلاج بالموسيقى قد يساعد الأطفال على تحمل آلام الحقن. فالأطفال الذين يستمعون إلى الموسيقى أثناء الزيارة الروتينية لتحصينهم بالحقن كانوا أقل توتراً وأكثر قدرة على تحمل الإجراء مقارنة بمن لم يتعرضوا للعلاج بالموسيقى، كما أن آبائهم وأمهاتهم كانوا أقل توتراً أيضاً. وكانت دراسات سابقة قد خلصت إلى أن الموسيقى تحد كثيراً من الألم والقلق المصاحب للإجراءات الطبية. ورغم أن الموسيقى لن تزيل تماماً ألم الطفل أو خوفه من الحقن، فإن استخدام الموسيقى لتشتيت انتباهه قد يساعده على التركيز بنسبة أقل على الألم، ما قد يحسن إدراكه لعملية الحقن. اختبارات على تعاطي المخدرات وشرب الكحول لبراد بيت في اتفاق مع جولي لرؤية أولاده. أرسل دكاش. أكدوا شخصين على علم باتفاق بين براد بيت وأنجلينا جولي أنه بيت رح يخضع لاختبارات على تعاطي المخدرات والكحول بإطار الاتفاق المؤقت مع زوجته المنفصلة عنه ويلي رح يمكنه من رؤية أبنائه الستة. الاتفاق المؤقت يلي رح يستمر حتى 20 تشرين الأول هو أول انفراجة بانفصال مرير بين نجمي هوليوود، وعزت الممثل الاتفاق إلى صحة الأسرة وطالبت بحضانة فعلية كاملة للأطفال. وقال المصدرين يلي طلبوا عدم نشر اسمهم أنه هالثنائي وافقوا على الحصول على إرشاد فردي، ورح تكون أول زيارة بيقوم فيها بيت للأطفال مع طبيب. ومعلومات أكيدة عم بتقول أنه الحضانة رح يتم إعطائها للوالدة. وذكرت وسائل أعلام كمان أنه براد بيت ما شاف ولاده من وقت انفصل عن النجمة الشهيرة ب 15 أيلول الماضي. كما توارى النجمين عن الأنظار من وقت أعلن عن طلاقهم، وهو ما حضر العرض الأول لأحدث مشروع سينمائي لإله بلوس أنجلوس، وقال أنه أراد يركز على وضع عائلته. الصفحة الرياضية مع نجيب قاري. مساء الخير، بداية أخبارنا الليلة اللي رح بتكون مع أخبار الرياضة الميكانيكية، ومبلشة مع رالي كورسيكا.
بليرالي كورسيكا الأمور كلها كانت عم تتغير من بعد المرحلة الخاصة السادسة والحادثة اللي تعرض له المتصدر من بعد اليوم الأول البريطاني كريس ميكي، وبالتالي من بعد هذا الحدث الكبير اللي عم نشوفه بهاللحظات سيباستيان أوجيه بيستلم الصدارة وهو بيضل محافظ عليها. كيلي نوفيل البلجيكي على هيونداي i20 بالمركز الثاني بفارق 46 ثانية، والنرويجي أندرياس ميكلسن ثالث على في دبليو بولو آر. بطبع المنافسات تختتم بكرة في هذا المكان الرائع يلي عم يصير على أرض نوعا ما أسفلتية اللي هي المفضلة عن متصدر ترتيب بطولة العالم الفرنسي سيباستيان أوجيه يلي بطريقه للفوز بلقب عالمي جديد. منتابع أخبارنا ورح ننتقل لماليزيا هلأ تنكون مع مرحلة التجارب الرسمية لجران بري ماليزيا. في هذه التجارب السيطرة بتكون مثل العادة لفريق مرسيدس، سيارات الفراري ما قدرت تعمل أحسن من المركزين الخامس والسادس مع سيباستيان فيتيل وكيمي رايكونن. بالمركز الرابع منشوف دانيال ريكاردو الأسترالي على ريد بول، بالمركز الثالث أيضا ريد بول مع الهولندي ماكس فيرستابن، ومن ثم بالصدارة منشوف نيكو روزبرغ بالمركز الثاني، وبالمركز الأول لويس هاملتون البريطاني يلي عم ينطلق من المركز الأول للمرة الثامنة هالموسم و57 بمسيرته. إشارة إلى أنه بترتيب بطولة العالم الصدارة صارت مرة جديدة لنيكو روزبرغ أمام لويس هاملتون، وبالتالي الصراع بكرة رح بيكون فصل جديد من الصراع العنيف بين ثنائي فريق مرسيدس. أما بالختام فرح نكون مع صفحة طويلة مع أخبار كرة القدم، منبلشها مع فضيحة جديدة عم تضرب الرياضة الإنجليزية بعالم كرة القدم، وهالمرة البطل هو المدرب هاري راتناب. بعد فضيحة مدرب المنتخب الإنجليزي المستقيل سام ألاردايس، تحولت الأنظار إلى المدرب الإنجليزي الآخر هاري ريدناب كآخر ضحايا حملة كرة القدم للبيع إلى أطلقتها صحيفة تليغراف من أجل فضح الفساد بكرة القدم الإنجليزية. ونشرت صحيفة تليغراف مقطع فيديو مصور بسرية لأحدى الجلسات الغير رسمية بحضور هاري ريدناب اللي اعترف أنه كان على علم بمراهنات لاعبية ذات مرة على إحدى مباريات الدوري الإنجليزي، لكنه ما أبلغ الاتحاد الإنجليزي بالحادثة. وبيمنع الاتحاد المحلي اللاعبين كلياً من المراهنات على مباريات كرة القدم، مما رح يجر هاري ريدناب مدرب توتنهام السابق إلى التحقيقات بحكم أنه ما طبق تعليمات الاتحاد الإنجليزي، حيث أنه مطالب بالإبلاغ على الفور بمثل هالخروقات. أما بأخبار كرة القدم على أرض الواقع، فبإنجلترا كان عن انتصارات لليفربول وتشيلسي اليوم بعد الظهر، بألمانيا تعادل مخيب لمحبي بايرن ميونخ مع إف سي كولون، وبفرنسا فوز كبير لباريس سان جيرمان. هذا كان كل شيء، عودة لكم. يعطيك العافية نجيب. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد مع جيري غزال. مساء الخير. يبدو أنه موقع فيسبوك حاطط سناب شات برأسه وبده يخليه يتراجع ويفشل بأي طريقة ممكنة. من بعد ما عمل إنستغرام ستوريز، بما أنه بيملك إنستغرام، قرر اليوم يعمل خدمة جديدة هي ماسنجر داي، يلي انطلقت على ماسنجر بإطار خدمة تجريبية محدودة وفكرتها كمان مثل سناب شات. الخدمة لما نفوت على ماسنجر مننشر عليها صور، عليهم كتيبة وعليهم ستيكرز كمان، وحتى فيديوز قصار مننزلهم بستوريز ورا بعضهم طولهم 10 ثواني وبيختفوا بعد 24 ساعة. هالخدمة انطلقت ببولند للتجربة ومعقول تصير متوفرة بالعالم كله إذا نجحت. تاني خبر معنا من الولايات المتحدة مع تلميذتين تعاقبوا وانطردوا لفترة من المدرسة من بعد ما نشروا مجموعة من السنابس بيتمسخروا فيهم على حملة مناهضة للعنف ضد أصحاب البشرة السوداء. يلي عملوه هالبنتين هو أنهم استخدموا وجوه سوداء ليتمسخروا وصاروا يعملوا رقصات ساخرة للتهكم من التحركات الشعبية للمطالبة بالعدالة بعد مقتل عدد من أصحاب البشرة السوداء بنيران الشرطة. خبر مختلف من وحي الأزمة يلي عم نعيشها بلبنان مع الزبالة، ولكن هالمرة قرر مغامر اسمه راب بنيويورك أنه يحمل الزبالة على جسمه. مثل ما فيهم تشوفوا بحط راب بقلب كيس كل الزبالة يلي عم تصدر عنه بشهر واحد وبيمشي فيهم على الطريق حتى الناس ينصدموا من يلي عم بيشوفوه ويصوروه ويعرضون على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي. وبيقول راب أنه الهدف من هالخطوة يلي عم بيقوم فيها هو أنه يوعي الناس على كمية الزبالة يلي بتصدر عن كل واحد فينا كل شهر، مع أنه في كتير وسائل بتخلينا نقدر نوفر هالكميات وما نصرف لقد الزبالة. لهالسبب لما نشوف هالكميات لبسهم شخص معين معقول نتأثر وناخد قرار أنه نحافظ على البيئة من خلال عدم رمي هالكمية من النفايات. أخبار جديدة بنشرة بكرة، ومن هلأ لوقتها stay connected. من التجاري إلى ألين وأحوال الطقس.
مرحبا. انطلق شهر تشرين الأول بأجواء مستقرة صافية مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية لمثل هالفترة من السنة، ومثل ما مبين رح تضل مرفقتنا بالكميوم جايين. إذا طقس الأحد مشمس مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة خاصة بالداخل وعلى المرتفعات. رياح شمالية لشمالية شرقية بتوصل سرعتها ل 30 كيلومتر بالساعة. الحرارة على الساحل عم تسجل أقصاها 32 بطرابلس، 31 ببيروت. على الجبال عم تتراوح بين 21 بالأرز و 33 بعكار، 25 بميروبة. أما بالداخل فعم تسجل أقصاها 31 بالهرمل و 30 بزحلة. نسبة الرطوبة بتوصل لل 65%، البحر معتدل وبتشرق الشمس على الساعة 6:30 و5 تقريبا. كيف مكفى الطقس؟ كيف رح يكون طقس بداية الأسبوع الجديد؟ منشوف سوا. إذا طقس الأحد عم بيكون صافي ومشمس مع 31 درجة وبيكفي على هالحال حتى التنين، ولكن مثل ما عم نشوف عم ترجع الحرارة تنخفض تدريجيا وعم تسجل 29 للثلاثة، 28 للأربعة، ولكن الطقس عم يستمر على الحالة نفسها صافي ومشمس. إذا أجواء مستقرة رح تضل مرفقتنا بداية الأسبوع الجديد، فاستفيدوا منها. وأنا بطلع عليكم بنشرات لاحقة. النشرة انتهت، شكرا للمتابعة. مزيد عبر صفحاتنا على تويتر، فيسبوك، ومتفي.com.lb. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.